عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم هي لابافيتي. واش نحتاج؟ عندنا لهنا كيلو فرينه، 750 غرام زبده التوريق، 85 غرام زيت، 20 غرام ملح، حوالي مغرفه كبيره تاع الملح. ونحتاج الى ماء. انا حبيت نقول لكم نستعمل هذه النوعيه من الزبده، من زبده التوريق ريكتا، يعني تعجبني بالبزاف. نبداو التحضير. اول حاجه نحط الفرينه، نحط الملح هكذا، نحط الزيت، ندخلو مليح هذيك الزيت في الفرينه، الان نجمعهم بالماء. هاي ليك، هاي جمعتنا. حبيت نوري لكم لهنايا الطريقه السهله كيفاش نابليكيو الزبده في لاباط. عندنا هادو ما دي ساشي، نحطو لهنا الزبده مربعات، نقسموهم نحطوهم هكذا. دوكا نديرو ساشي فوقها، نخبطوها شويه. هكذا، ودوكا نفتحوا العجينه، نرشوا فرينه، نفتحوا لافات، نفتحوها مستطيل.
حطوا الزبدة في الوسط، الآن نغلق عليها. كامل الجهات هكذا، رشوا الفرينة ونقلبوها هكذا. الآن نضربوها بالحلال باش تدخل فيها الزبدة ملاح. كل ما نجي نفتحها نرش من تحت لاباط الفرينة. الآن نفتحها، يعني كي تفتحوها ما تفتحوهاش من الأسفل للفوق، من الوسط للفوق، من بعد من الوسط لتحت هكذا. هاي ليك، الآن نطويها، نطوو جهة طويلة، يعني ما نديروهاش في الوسط، وجهة قصيرة هاي ليك. سكموها مليح، هكذا ونزيدو نطويها الطوية الثانية. هكذا الآن نحطوها في البلاطو وندخلوها للثلاجة حوالي 10 دقائق. الآن نفتحوها المرة الثانية، قلنا من الوسط للفوق، دائما نبدأ من الوسط. نزيدو نطووها كما المرحلة الأولى، قلنا جهة طويلة سقموها مليح، وجهة قصيرة هكذا. نزيدو اوندو، يعني صدقوني كل ما تفتحوها كل ما زدتو لي شابه. نحطوها في البلاطو ونزيدو ندخلوها على الثلاجة 10 دقائق. نعاودو نفتحوها هذه المرحلة الثالثة، قلنا دائما نرشوا الفرينة باش تجينا العملية سهلة.
شوفوا حبيت نوري لكم عملية تجيكم سهلة، تتفتح فاسيلمون يعني تتفتح بسهولة. الآن نطوها. ندخلوها تريح 10 دقائق في الثلاجة. الآن نفتحوها مرحلة الأخيرة تور سانك، رشوا الفرينة، دايما رشوا الفرينة باش متلصقناش. الآن نديرو تور سامبل الآخر، هذا التور الرابع، سقموها مليح. ندخلوها للثلاجة حوالي 10 دقائق ونقسموها. هاي ليك الآن نقسموها. بسم الله. هاي ليك بعد ما قسمناها إن شاء الله يبانوا لكم الطبقات تكونوا شفتوهم. تقدروا ديروا بها لي فولوفون، ميني بيتزا، واش حبيتو نتوما. قولكم سلام، نتلاقاو في وصفات اخرى.